السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، طلابي أكرمني الله وإياكم، الحمد لله نلتقي مرة أخرى في مادة اللغة العربية في لقائنا التاسع. درسنا في هذا اللقاء هو درس النحو، ملاحظة نحوية، درس يتعلق بعلم النحو، وهو الفعل. الفعل كما عرفنا هو أحد أقسام الثلاثة الذي يتركب منه كلام عربي، لأن الكلام العربي لا يخلو من اسم وفعل وحرف، لذلك مهم جدا أن نعرف هذا القسم. طيب، أولا ما تعرف الفعل؟ الفعل هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. الفعل هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. طيب، هنا ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام من حيث زمن وقوعه وحدوثه. الأول الماضي، والثاني الحاضر، والثالث المستقبل. طيب، الماضي إذا وقع في زمن الماضي يسمى فعل ماضي، وإذا كان الفعل وقع في زمن الحاضر يسمى فعل مضارع، وإذا وقع في زمن المستقبل يسمى فعل أمر أو فعل مضارع بزيادة حرف السين وسوف. طيب، سنعرف لكل واحد من هذه الثلاثة من خلال الأمثلة الموجودة في الجداول الثلاثة. طيب، الجدول الأول الماضي، كل الأفعال في الجدول الأول ماضية، أي وقعت في الزمن الماضي وقد انتهت ولم تعد، مثل ماذا؟ حدث، تناول، وحاول، استطاع، مارس، فعل، وقابل. والجدول الثاني الحاضر، أي فعل مضارع الذي حدث في زمن الحاضر الآن، ما زال يستمر، مثل ماذا؟ يحدث، يتناول، يحاول، يستطيع، يمارس، يفعل، يقابل. طيب، لو لاحظتم الفرق بين الحاضر والماضي من حيث الصيغة، أن الحاضر يوجد فيه ماذا؟ حرف الياء، يسمى حرف المضارعة، بينما الماضي لا يوجد فيه حرف المضارعة. انظر، يحدث، يتناول، يحاول، إلى آخر. ثم في الجدول الثالث بزمن المستقبل بزيادة حرف السين وسوف في الحاضر، في الحاضر، فتغير معناه إلى استقبال، تغير معناه إلى استقبال. أصله هذا معناه ماذا؟ للحاضر، لكن بعد أن نضيف عليه حرف السين، حرف السين وسوف، تغير معناه إلى استقبال، مثل سيحدث، سيتناول، سيحاول، سيستطيع، سيمارس، سيفعل، وسيقابل. طيب، والفرق بين السين وسوف أن السين هذا لوقت قريب، إذا وقع أو إذا كان الفعل وقع في المستقبل البعيد أو القريب فنستخدم هذه الحرف، وإذا كان الفعل حدث في المستقبل البعيد نستخدم هذه سوف. مثلا سيحدث، سوف يحدث، إذا كان حدوثه في المستقبل البعيد. سيتناول، سوف يتناول، إذا كان حدوثه في المستقبل البعيد، وهكذا إلى آخر. طيب، هذا هو درسنا اليوم والأخير قبل أن أختم. أعطيكم واجبا تكتبونه في البيت، هذا تدريب، اختار الفعل المناسب مما بين القوسين كما في المثال رقم 1 إلى 6. طيب، نكتفي إلى هذا القدر، أنا في انتظاركم في المجموعة. بارك الله فيكم، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.